بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أخي. طلعوا على بيوتنا، طلعوا على بيتنا، كل واحد بناي ميلة، سبحان الله، بحياته جبل منحنى، سبحان الخالق جل الخالق قدرته العظيم الكريم، الله قادر على كل شيء. طلع على بيوت العالم، طلع على بيوتنا، بيوتنا كلها شقشقت، بيوتنا كلها تكسرت، بيوتنا تهدمت، ما ضل عنا شيء نبرك عليه. والله العظيم بيوتنا كلها، الله حيطاننا، الدنيا شتا جايينا، مازوت ما في عنا، محروقات ما في عنا، صوبات ما عنا، ما في عنا شيء، على ايش بدنا ندفى؟ على الباغه؟ ما ضل باغه، ما ضل غير بني ادم اذا عم يشوفه لما نحرقه لحتى ناكل لندفى عليه، ما في شيء، وضعنا سيء، ميت ميت، طاوي طاوي، والبناء مهدوم، ونحن بدنا من البلاد برا، يعني خدمه لله تعالى، من اهل الله واهل الخير، الله يخلينا اياهم، مين كان يكون اللي عم يساعدونا من الدول العربيه والاجنبيه، يساعدونا للاطفال، ويساعدوا هالنساء، السلام ورحمه الله وبركاته، يساعدوا هالعالم هي، في عالم اطفال، في عالم ما معه حق اكل شرب، في عالم والله العظيم حق ليه امبارح دق علي واحد باب قال لي بس كاسه سكر صغيره مشان بنتي صغيره مشان اعطيها الحليب، طلعت دمعت عيوني، يشهد علي الله، يشهد علي الله، لو نشوف الوضع في حلب سيء جدا جدا. انا عم بحكي معكم واحد من هالناس، واحد من هالناس اللي بخاف الله، وضع سيء تعبان. شوف الاطفال، شوف النساء، شوف العالم محتاجه، شوف بيركب في الشوارع ما معها تاكل مثل عاد خلقه. والحمد لله رب العالمين، انا بريد بس بالدول العربيه اتشكر كل انسان اللي بيبعت لهالدوله هي وبتساعد حلب وبتساعد الدنيا، الله بيساعدهم من بابه الكريم العزيز الله. السلام عليكم.